بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم بيان مسألة رؤية الله تعالى وهو قول المصنف رحمة الله عليه، ورؤية الله تعالى جائزة بالعقل. ثم أولا يبحث هل هو جائز أو لا. نعم، هو جائزة، رؤية الله تعالى جائزة ممكنة في العقل، عند العقل هو أمر جائز ممكن ليس بممنوع. ثم واجبة بالنقل، ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين الله تعالى في دار الآخرة. فإذا واجبة بالنقل، يعني رؤية الله تعالى واجبة بالنقل، ليست ممكنة فقط بل واجبة. لماذا؟ المؤمنون يرون ربهم في الدار الآخرة في الجنة، فإذا هذا صار واجبا بالنقل. أما في العقل هو جائزة فقط، ليس بواجبة بل جائزة. ورؤية الله تعالى، ما معنى الرؤية؟ الرؤية عادة إدراك المقابل للبصر على مسافة مخصوصة بإحاطة الخطوط الشعاعية به أو بانتباهه في حاسة البصر. هذه هي الرؤية العادية. أنتم تروني فأنا أراكم، فإذا هذه الرؤية، كذلك أنا أرى هذه الأشياء كلها التي في أمامي، كذلك أنتم أيضا. نعم، طيب، فإذا الرؤية العادية هذا إدراك المقابل للبصر. ينبغي أن يكون المدرك أو المبصر في مقابلة البصر، المقابل للبصر. كيف يكون على مقابلة البصر؟ على مسافة مخصوصة، يعني لو كان قريب من العين من البصر لا يراه، أو لو كان بعيد بعدا بعيدا لا يراه. لأجل ذلك ينبغي أن يكون في مقابلة البصر على مسافة مخصوصة. ثم كيف يدرك؟ بإحاطة الخطوط الشعاعية به، الخطوط الشعاعية الخارجة من العين تحيط بهذا الشيء، أو على العكس، يعني أو بانتباهه هذا الشيء، هذا المقابل للبصر يندبع في حاسة البصر، يرتسم في حاسة البصر. هذان رأيان يعني لعلماء الطب كيف يجري هذه الرؤية، بأي شيء يكون هذا الإدراك؟ هل هو بإحاطة الخطوط الشعاعية الخارجة من العين به، أو بانتباهه في حاسة البصر؟ على أي رأي كان ينبغي أن يكون المرئي مقابلا للبصر واقعا على مسافة مخصوصة. فهذا هو الرؤية العادية، لكن وهذا ليس مرادا هنا. ورؤية الله تعالى، رؤية الله تعالى ليس هذه الرؤية العادية مرادا. لذلك فسر وبين معنى الرؤية الشارح رحمه الله، قال بمعنى الانكشاف التام بالبصر، هكذا قال. إذن حينما فسر الرؤية بقوله بمعنى الانكشاف التام، وعبر بالانكشاف، هذا يدل على أن الرؤية في قول المصنف رؤية الله تعالى مصدر مبني للمفعول، ليس مبني للمصدر، مبني للفاعل، لأن الله سبحانه وتعالى مرئي ليس رائيا.
هذا ذكره الخيالي رحمه الله. قوله بمعنى الانكشاف التام يشير إلى أن الرؤية مصدر المبني للمفعول، لأن الانكشاف صفة المرئي ومصدر المبني للفاعل صفة الرائي. فإذا رؤية الله تعالى يعني أن يرى الله سبحانه وتعالى بمعنى الانكشاف التام بالبصر. معنى الرؤية هنا هذا الانكشاف التام بالبصر، ليس هناك مقابلة المرئي لحاسة البصر، كذلك أن تقع على مسافة مخصوصة، ثم ليس هناك إحاطة الخطوط أو انتباع في حاسة البصر، لا يكون هذه الأمور الأربعة، بل يكون إدراك التام يعني انكشاف التام يكون بآلة. ما هي الآلة؟ البصر. نعم. ثم وهو معنى إدراك الشيء كما هو بحاسة البصر، يعني الانكشاف التام بالبصر هو معنى إدراك الشيء بحاسة البصر. كيف يدرك الشيء كما هو، يعني هذا الشيء كما هو، يعني كالحالة على الحالة التي هي عليها، هكذا يدركه. بأي شيء؟ بحاسة البصر. معنى إدراك الشيء بحاسة البصر الانكشاف التام بالبصر. وذلك أن إذا نظرنا إلى البدر، إلى البدر يعني القمر ليلة البدر الرابع عشر، ثم غمضنا العين غطينا العين فلا خفاء في أنه وإن كان منكشفا لدينا، بعد غطاء العين هذا بدر يعني منكشف لدينا في الحالين، حالة فتح عيننا حالة يعني غطي عيننا غمض عيننا، لكن انكشافه حال النظر إليه أتم وأكمل. ولنا بالنسبة إليه حينئذ، إليه يعني بالنسبة إلى البدر حينئذ، حين النظر إليه حالة مخصوصة هي المسمى بالرؤية، هذه المسمى بالرؤية، هذه هي حقيقة الرؤية. أما كونه في مقابلة البصر على مسافة مخصوصة ثم إحاطة الخطوط أو انتباعه في حاسة البصر، كل هذا شروط عادية لوقوع حقيقة الرؤية، يعني الانكشاف التام بالبصر. فإذا هي تلك شروط عادية، ليست شروط حقيقية، بل صفات شروط عادية فقط. فإذا يمكن أن تقع هذه الرؤية على خلاف العادة بدون هذه الشروط، وبدون هذه الشروط لا تكون الرؤية العادية، بل على خلاف العادة تكون هذه الرؤية بدون هذه الشروط الأربعة. جائزة في العقل. فصله عصام الدين الصفرايني رحمه الله. قوله رؤية الله تعالى بمعنى الانكشاف التام بالبصر، أي المراد والانكشاف التام لا ما تعتاده النفس، ليس المراد بالرؤية ما تعتاده النفس، بل المراد والانكشاف التام. فإذا رؤية الله ممكنة أو جائزة في العقل، معناه الانكشاف التام عن ذات الله سبحانه وتعالى جائزة بالعقل في العقل. بأي شيء يكون هذا الانكشاف؟ يعني بحاسة البصر ينكشف. لو نظر أحد إلى ذاته تعالى ببصره ينكشف ذاته عنده انكشافا تاما. نعم. وهذا الذات منزه عن كونه بمكان في مقابلة في جهة، منزه عن إحاطة الشعاع الخطوط الشعاعية به، أو منزه عن اندباعه في حاسة البصر، لذلك لا يقع كل هذا في ذاته تعالى لأنه منزه، بل يقع هناك ما يمكن، ما هو الانكشاف التام بحاسة البصر. نعم. والمراد
على ما تعتاده النفس من إدراك المقابل للبصر على ما سم على مسافة مخصوصة بإحاطة الخطوط الشعاعية بها باندباعه في حاسة البصر، والمراد الانكشاف التام بحاسة البصر، نعم، لا بصفة ذاتية. ناني لو فتح واحد عينيه ونظر بهما إلى الله تعالى ينكشف عنده انكشافا تاما. فإذا لو غمض أحد عينيه لا ينكشف عنده، لماذا؟ لأن هذا الانكشاف بحاسة البصر لا بصفة ذاتية كصفة البصر لله تعالى، لله سبحانه وتعالى صفة البصر، وهذه الصفة صفة ذاتية، ليس هذا الانكشاف التام بصفة ذاتية. بأن يخلق الله صفة للعبد قائمة بذاته يدرك بها ذاته تعالى على نحو إدراك الأشياء بالبصر، ليس هذا المراد. ثم جائزة في العقل بمعنى أن العقل إذا خلي ونفسه لم يحكم بامتناع رؤيته ما لم يقم له برهان على ذلك مع أن الأصل عدمه. جائزة في العقل ما معناه؟ معناه أن العقل إذا خلي، أن أي شيء خلي عن شواغل التوجيه ومداخلة الوهم، توجيه التأويل. فإذا العقل حر وهو خال عن أي شيء، عن شواغل التوجيه، ليس عنده مشغلات للتوجيه كذا كذا كذا، كذلك مداخلة الوهم لا يداخل العقل الوهم، هكذا خلي، يعني الذهن خال، العقل خال صاف هكذا. ونفسه لم يحكم، خلي العقل مع نفسه، لم يحكم، لا يحكم العقل بامتناع رؤيته تعالى ما لم يقم له برهان على ذلك مع أن الأصل عدمه، يعني عدم البرهان. هل يوجد برهان أو عدمه؟ ما هو الأصل في البرهان؟ الأصل في البرهان عدمه، لأجل ذلك العقل لا يحكم بامتناع رؤيته، هذا معنى قوله جائزة في العقل. وهذا القدر ضروري، فمن ادعى الامتناع فعليه البيان. إذا خلي ونفسه، شرحه عصام الدين، قال قد سلك المصنف في إثبات الرؤية طريقا قويما موجزا. ما أحسن هذا الطريق، ما شاء الله، طريقا قويما موجزا، وذلك أن العقل حاكم بجواز الرؤية، وما حكم به العقل ما لم يقم دليل على بطلانه يجب قبوله. حكم العقل يجب قبوله متى؟ لو لم يبطله دليل، وهنا لا يبطله دليل، وإلا يعني وإن لم يقبل، حكم العقل لو لم يقبل لارتفع الأمان عن العقل، ينبغي أن لا يرتفع الأمان عن العقل بل العقل مومون. وإذا جازت ودلت عليها النصوص فقد ثبتت، لو جازت الرؤية كذلك دلت على الرؤية النصوص فقد ثبتت صحة الرؤية، إذ لا يجوز تأويل النص ما لم يقم دليل على عدم صحة ظاهره. متى يجوز تأويل النص؟ لو قام دليل على عدم صحة ظاهر النص، لكن هنا لم يقم هكذا دليل، لذلك ما يدل عليه ظاهر الدليل وهو ثابت ومقبول وحق، فإثبات صحة الرؤية بأدلة ذكرها مستغنى عنه. نعم، هذا بيانه. ثم ذكر الكستلي، للكستلي
تفصيل وشرح لقول الأشعر ولنا بالنسبة إليه حينئذ حالة مخصوصة هي المسماة بالرؤية. نعم، إذن هناك يعني فيما سبق أنا مليت، فإذن هناك قال الكستلي: فالمدعى أن تلك الحالة وإن كان حصولها لنا بالنسبة إلى الشاهد بأن يكون المرئي في الجهة، حصول هذه الحالة بالنسبة إلى الشاهد ما هو؟ بأن يكون المرئي في الجهة وبالمقابلة وتقليب الحدقة وتأثير الحاسة، هكذا هنا حسب الشاهد والعادة يمكن أن تحصل لنا يعني تلك الحالة بالنسبة إليه تعالى بدون هذه الأمور. لماذا؟ لأنها ليست شروطا حقيقية لحصولها. نعم، هذا الذي قلت، هذه ليست شروطا حقيقية، بل إنما ذلك بمجرد جريان العادة عليه، هذه شروط عادية. نعم، ثم بعده قول الشارع: وقد استدل أهل الحق على إمكان الرؤية بوجهين عقلي ونقلي. نعم، هكذا عند أهل الحق، أهل الحق يعني أهل السنة، هناك سر يعني رؤية الله تعالى أنكرها المعتزلة وكذلك بعض من المبتدعة كما ذكرنا سابقا يعني النجارية، هم أنكروا الرؤية، وهذا صحيح بالنسبة إليهم، يعني هم لا يرون الله تعالى بالنسبة. فإذا نعتقد أنهم ذكروا أحوالهم، نعم، بل أهل الحق المؤمنون يرون الله تعالى، أهل السنة يرون، أما أهل البدعة والهوى لا يرون. نعم، لذلك هم قالوا هكذا، فإذا لا يكون عندهم قنوط في الآخرة عندما لا يرون الله تعالى، يعني هم لم يعتقدوا أن رؤية الله تعالى واقية واجبة في الآخرة، لأجل ذلك عندما لا يرون لا يكون عندهم قنوط، يكون هذا اطمئنان، سبب طمأنينة عندهم في الآخرة، نعم، يكون لهم يعني أهوال غير هذا كفاهم هؤلاء. ثم بعده: استدل أهل الحق على إمكان الرؤية بوجهين عقلي وسمعي. تقرير الأول، الأول يعني الوجه العقلي، وبعد ذلك سيأتي الوجه بيان تقرير الوجه السمعي. تقرير الأول: إنا قاطعون برؤية العيان والأعراض ضرورة أن نفرق بالبصر بين جسم وجسم وعرل وعرل، ولا بد للحكم المشترك من علة مشتركة، وهي إما الوجود أو الحدوث أو الإمكان، إذ الأعراض يشترك بينهما، والحدوث عبارة عن الوجود بعد العدم، والإمكان عبارة عن عدم ضرورة الوجود والعدم، ولا مدخل للعدم في العلية، فتعين الوجود وهو مشترك بين الثاني وغيره، فصح أن يرى من حيث تحقق علة الصحة وهي الوجود. نعم، هذا هو الدليل العقلي لصحة الوجود، نعم، لصحة الرؤية، نعم، لصحة الرؤية. ما هو؟ إنا قاطع برؤية العيان، نرى العيان والأعراض، هل نرى العيان والأعراض جميعا أو نرى الأعراض فقط؟ نرى العيان والأعراض جميعا، هذا هو رأي المتكلمين. أما الحكماء يقولون المرئي بالذات هو الأعراض فقط، يعني اللون واللوء والشكل، هذا الذي يرى كل هذا عرض، أما الجسم العين لا يرى عندهم، ممكن هم لا يرون لذلك، أما نحن بحمد الله تعالى وفضله نرى كل شيء، العين والأرض كله.
ومنها هو يعني كستلي رحمه الله ذهب قال ذهب الحكماء إلى أن المرئي بالذات هو اللون والضوء، والمتكلمون على أن للجسم انكشافا بالذات عند البصر، الذات ينكشف بالذات عند البصر. مثاله كما إذا رأيت شبحا من بعيد، أنت ترى شبحا من بعيد لا يظهر عندك لونه ولا ضوءه ولا كيفيته ولا كميته، بل رأيت شبحا مبهما. فإذا أنت ترى في هذه الآلة ماذا؟ هل ترى عرضا؟ لا ترى عرضا، لأنك ما رأيت اللون ولا يعني الكمية والكيفية. فإذا في هذه الحالة أنت ترى يعني العين. نعم. كما إذا رأيت شبحا من بعيد إذ الانكشاف لألوانه وألوائه عند المبصر حينئذ. نعم. فحينئذ أنت ترى العين، فإذا أنت ترى العيان وكذلك الأعراض أيضا كلها مرئي. ثم هكذا نرى العيان والأعراض. ضرورة أن نفرق بالبصر بين جسم وجنس وجسم، لماذا؟ لأنه بسبب رؤية العيان كذلك وعرل وعرل، لماذا يفرق؟ بسبب رؤية الأعراض. ولا بد للحكم المشترك من علة مشتركة، فإذا هناك تكون الرؤية مشتركة بين جسم وعرل، الجسم مرئي والعرل مرئي. ما هي العلة؟ ينبغي علة لهذه الرؤية، هذا الذي قال لا بد للحكم المشترك، هذا حكم مشترك، الرؤية حكم مشترك بين العين والعرل، ينبغي علة مشتركة، وهي إما الوجود، يعني هذا العين والعرل كلاهما موجودان، يمكن أن يكون الوجود علة للرؤية، أو الحدوث، يعني العين والعرل كلاهما حادثان، فإذا هل يمكن أن يكون الحدوث علة لصحة الرؤية؟ كذلك أو الإمكان، يعني العين والعرل ممكنات، فإذا وصفها الإمكان، هل يمكن أن يكون علة لصحة الرؤية للرؤية؟ لماذا ذكر هذه الثلاثة؟ إما الوجود وإما الحدوث وإما الإمكان، حسر العلة على هذه الثلاثة، أو حسر يعني فرض العلة الاحتمال العقلي بالعلة على هذه الثلاثة. لماذا؟ إذ لا رابع يشترك بينهما، لا رابع يشترك بينهما، معناه يعني لا رابع يشترك بينهما يتوخم عليته لصحة الرؤية، يتوخم علية هذا الرابع لصحة الرؤية على ما صرح به بعضهم، فسقط ما يقال من أن مطلق التحيز عام من يكون بالذات أو بالغير، يعني التحيز المطلق هل يمكن أن يكون علة؟ لا. فكذلك وجوب الوجود بالغير، يعني العرض والعين كلاهما واجب الوجود بالغير، هل يمكن علة؟ كذلك مثل المعلولية والمذكورية ونحوها مشتركة بينهما، بين العيان والأعراض، لكن وهذا اشتراك ما صحيح يمكن أن يكون صحيحا، ومع ذلك لا يتوخم عليته لصحة الرؤية أو للرؤية، بل هذه ثلاثة فقط. ثم هذا الحدوث عبارة عن الوجود بعد العدم، حدوث معناه عبارة عن الوجود بعد العدم. ثم الإمكان عبارة عن عدم ضرورة الوجود والعدم، فإذا في معنى الحدوث العدم موخوذ، هذا وجود بعد العدم، عدم موخوذ، يعني صار العدم جزءا من العلة. في الثاني هو عدم محل، عدم ضرورة الوجود والعدم هو عدم، يعني كل هذه العلة، والأول العدم جزء هذه العلة.
أما الوجود هذا ثالث. ثم قال لا مدخل للعدم في العلية، هذا العدم لا يقبل علة، بل ينبغي أن يكون العلة وجودية فتعين الوجود. لا مدخل للعدم في العلية، لماذا؟ إذ المراد بعلة الصحة ما يصح أن يكون متعلقا للرؤية. معنى علة الرؤية، ما معنى علة الرؤية؟ علة الرؤية معناه ما يصح أن يكون متعلقا للرؤية ولا خفاء في وجوب كونه موجودا خارجيا. يعني علة الصحة يعني ما يتعلق به، ما يكون متعلقا للرؤية. الذي يكون متعلقا للرؤية ينبغي أن يكون وجوديا موجودا، وإلا يكون المعدوم مرئيا، وإلا ينبغي أن يكون المعدوم مرئيا لا يقول به أحد. نعم. ثم فثبت أن العلة الوجود وهو مشترك بين الصانع وغيره، فإذن هذا وجود مشترك بين الله تعالى وبين غيره، فيصح أن يرى من حيث تحقق علة الصحة وهي الوجود. الوجود علة، الله تعالى موجود، كل موجود يرى، سواء كان واجب الوجود أو ممكن الوجود، سواء كان بسيطا أو مركبا، أي شيء كان. ثم ويتوقف امتناعها على ثبوت كون شيء من خواص الممكن شرطا أو من خواص الواجب مانعا. هكذا قسنا، أثبتنا أولا علية الرؤية، يعني كون الوجود علية الرؤية أين في الأعيان والأعراض. فإذا كيف يقاس الله ذات الله سبحانه وتعالى على هذه الحوادث، يعني على الأعيان والأعراض؟ الأعيان والأعراض حادث، وذاك يعني واجب الوجود، ما ومع ذلك هناك وجود علة والوجود مشترك. ثم يا لو كانت الرؤية ممتنعة في الله تعالى، لو لم تكن رؤية الله جائزة في العقل، ما هو العلة؟ إما ثبوت كون شيء من خواص الممكن شرطا. لو كان شيء من خواص الممكن شرطا لهذه الرؤية التي تقع في الأعيان والأعراض، فهذا الشرط لا يكون في الله تعالى لأنه واجب الوجود. لذلك هنا يعني الرؤية ممكنة في الحوادث، فلا تكون الرؤية ممكنة في حق الله تعالى. هكذا يمكن التوجيه، لكن هذا ليس بشرط، ليس هناك شرط، هذا وجود فقط. أو من خواص الواجب مانعا، أو ينبغي أن يكون شيء من خواص الواجب مانعا من صحة الرؤية، مع أن علة الرؤية الوجود، لا يكون كلاهما. نعم. لذلك بقية الصحة على حاله، صحة الرؤية على حالها، حتى في ذات الله تعالى والواجب تعالى. ثم وكذا يصح أن ترى سائر الموجودات. فإذا هنا يعني حينما استدل الشارح على أن الوجود هو علة الرؤية، الله تعالى موجود وهذه الأعيان والأعراض موجود، فإذا يصح أن يرى، كل موجود يصح أن يرى، فإذا الأعراض كيف يرى؟ السمع هل يرى؟ لا، السمع لا. الصوت هل يرى؟ كذلك الطعم هل يرى؟ الرائحة هل ترى؟ هذه أعراض موجودة، علة الرؤية الوجود. نعم. وقال يصح أن ترى سائر الموجودات من الأصوات والطعوم والروائح وغير ذلك، عقلا جائز. ذكرنا هذه المسألة في بيان الحواس، يعني بحاسة البصر يمكن أن يدرك الصوت والطعم والرائحة، كذلك يمكن أن يدرك بالسمع يعني المرئي المبصرات، كذلك المطعومات المذوقات كلها
يمكن أن يدرك بالأذن بالسمع، هكذا ذكرنا هناك، هذا الذي هنا أيضا ذكر. ثم لماذا لا ترى حاليا في الوقت الراهن؟ هذا لا ترى، هذا يعني لأجل سنة الله تعالى. سنة الله تعالى جارية بأي شيء؟ برؤية المبصرات فقط. وإنما لا ترى، يعني الأصوات والطعوم والروائح جائزة الرؤية لكن لا ترى. لماذا؟ بناء على أن الله تعالى لم يخلق في العبد رؤيتها بطريق جري العادة، لا بناء على امتناع رؤيتها، يعني عدم وقوع الرؤية الآن لا يدل على امتناع الرؤية، بل له سبب آخر، هذا عادة الله تعالى. ذلك كما أن الهرة ترى الفأرة في الليل ونحن لا نراها. الهرة ترى الفأرة في الليل يعني في الظلمة الشديدة، ونحن لا نستطيع أن نراها، لا نرى الفأرة ولا الهرة. إذن ما المانع هناك؟ نحن لا نرى، الهرة ترى. نعم. كذلك والمصروع يرى الجن، الذي صرعه الجن يرى الجن ونحن لا نراها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل عليه السلام ولا يراه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلا نادرا. فيكون امتناع رؤية هذه الأشياء بالغير لا بالذات. نعم. كذلك رؤية الأصوات والطعوم والروائح. نعم. ثم وحينا عتر الله بأن الصحة، يعني هذا التوجيه العقلي يعترض بأن الصحة عدمية، هذا الدليل العقلي الوجه العقلي يعترض بأي شيء بأن الصحة عدمية فلا تستدعي علة. هذا اعتراض على ما ذكر أولا، يجب أن يكون للرؤية علة، ولا بد للحكم المشترك من علة مشتركة. إذن هذا حكم يجب علة، هكذا ذكر الشارح. فإذن الاعتراض هذا صحة عدمية فلا تستدعي علة. ثم ولو سلم فالواحد النوعي قد يعلل بالمختلفات، يعني الشارح أولا قال لا بد للحكم المشترك من علة مشتركة. إذن المعترض يقول لا حاجة إلى علة مشتركة، بل يكفي علتان، يعني الرؤية في الأعراض والأعيان لها علة، كذلك في الأعيان لرؤية الأعيان علة ولرؤية الأعراض علة أخرى، لا حاجة إلى علة مشتركة، هكذا اعترض. كالحرارة بالشمس والنار، الحرارة يعني واحد نوعي يعلل بالشمس ويعلل بالنار، في بعض الأحيان تكون علة الحرارة الشمس، في حين آخر تكون علة الحرارة النار، فلا يستدعي علة مشتركة. ولو سلم، يعني لو سلم أن الحكم المشترك لابد له من علة مشتركة، فالعدمي يصلح علة للعدمي، يعني هذا اعتراض على قول الشارح لا مدخل للعدم في اللية، ويقول يصلح علة للعدمي، يعني ذكر أولا الصحة عدمية، لو كانت الصحة عدمية فيصلح العدمي أن يكون علة. ثم ولو سلم، لو سلم أن لا مدخل للعدم في اللة، هكذا لو سلم فلا نسلم اشتراك الوجود، لا نسلم أن الوجود مشترك، بل وجود كل شيء عينه فمتغاير. لو كان وجود كل شيء عينه فالأعيان متغايرة والأعراض متغايرة فوجوداتها متغايرة، فإذا كيف يكون هذا الوجود مشتركا؟ هكذا يعني اعتراضات أجيبة. يعلل أن الواحد النوعي يعلل بالمختلفات بخلاف الواحد بالشخص، الواحد بالشخص لا يعلل بالعلل المختلفة. نعم. فإذا هذا الرؤية
هذا المعترض يدعي أن هذه الرؤية في العيان والعرال واحد نوعي ليس واحدا شخصيا. نعم. أجيبه بأن الواحد باللة بأن المراد باللة متعلق الرؤية والقابل لها. هذا يعني المعترض هو أراد أو فهم أن العلة يعني علة الإيجاد أو علة الوجود ليس ذاك المراد باللة، بل هنا معنى العلة للرؤية متعلق الرؤية، ما يتعلق ما يكون متعلقا للرؤية والقابل لها. ما معنى المتعلق؟ يعني قابل للرؤية، هذا هو معنى العلة. ولا خفاء في لزوم كونه وجوديا، لماذا؟ وإلا وإلا ينبغي أن يكون المعدوم مرئيا، المعدوم لا يرى، لأجل ذلك ينبغي أن يكون وجوديا. فإذا اندفع الاعتراضان الأولان، ما هما الاعتراضان الأولان؟ أن صحة عدمية، كذلك فلا تستدعي علة، ذكرنا تستدعي علة، يعني ينبغي أن يكون للرؤية شيئا قابلا لها، هذا لا ينكره أحد. كذلك وهنا هذا واحد نوعي ليس واحدا نوعيا، بل الرؤية واحدا شخصيا. نعم. فينبغي علة مشتركة. ثم لا يجوز أن يكون خصوصية الجسم بالعرض. ثم لا يجوز أن يكون يعني هذا متعلق الرؤية والقابل لها، يعني العلة، لا يجوز أن يكون خصوصية الجسم بالعرض، لأن أول ما نرى شبها من بعيد إنما ندرك منه هوية ما دون خصوصية جوهريته أو عرضيته أو إنسانيته أو فرسيته ونحو ذلك. فإذا هناك يرى هذا مرئي، لكن لم يتميز يعني جسميته جوهريته عرضيته، هذا لم يتميز. هل المرئي جسم أو عرض؟ لم يتميز. ومع ذلك هناك مرئي موجود قابل للرؤية موجود. فإذا ليس علة الرؤية أو قابل للرؤية ليس شيئا من خصائص الجسم ولا شيئا من خصائص العرض. لو كان هكذا شيئا من خصائص الجسم أو الجوهر يكون الرؤية بعد تميز جسميته أو عرضيته، لكن قبل ذلك تقع الرؤية. وبعد رؤيته برؤية واحدة متعلقة بهويته قد نقدر على تفصيله إلى ما فيه من الجواهر والأعراض، وقد لا نقدر، إما نقدر أو لا نقدر. فمتعلق الرؤية يعني ما أي شيء قبل الرؤية هو كون شيء له هوية ما، وهو المعني بالوجود، واشتراكه ضروري. وبهذا اندفع الاعتراضان الأخيران. نعم. ثم وفيه نظر، يعني هو قال ليس القابل للرؤية خصوصية الجسم أو العرض، ثم بين ثم قال وفيه نظر، لماذا؟ لجواز أن يكون متعلق الرؤية، يعني في هذه الحالة متعلق الرؤية هو الجسمية وما يتبعها من الأعراض من غير اعتبار خصوصيته، من غير اعتبار خصوصيته. ما هو قابل للرؤية متعلق الرؤية؟ الجسمية وما يتبعها، يعني مجموع هذه الأمور. لو كان مجموع هذه الأمور هل يكون يصيح علة؟ لا. لماذا؟ في هذه الحالة لا يكون مجموع هذه الأمور. مجموع هذه الأمور يعني بعد تميزها، ويمكن أن يدفع بأن الجسمية وما يتبعها ليست مشتركة،
جسمیت لیست مشترکتا بین الجسم والعرض كذلك ما يتبع الجسمیت من الجسم من العرض ما يتبع الجسمیت لیست مشترکا بین الجسم والعرض فإذا ليس هناك علة مشترك ثم هذا بعد إقراره أن هذه العلة ينبغي أن تكون علة مشتركة فهذا لا يستقيم كستلي رحمه الله رد هذا النظر بقوله لكن ينافيه حديثه أن متعلق الرؤية ببادئ الرأي لا يزيد على مطلق الهوية هناك ليست جسمية وما يتبعها هذا لم يتميز بل هناك ذكر سبق أن ذكر في بادئ الرأي لا يزيد على مطلق الهوية وهناك لم يظهر جسمية وما يتبعها هكذا يمكن أن يجاب عن هذا النظر نعم ثم وتقرير الثاني تقرير الدليل الثاني ما هو دليل ثاني يعني الوجه الثاني هو السمعي أن موسى عليه السلام قد سأل الرؤية بقوله ربي أرني أنظر إليك فلو لم تكن الرؤية ممكنة لكان طلبها جهلا يكون طلبها جهلا بما جهلا بأي شيء بما يجوز في ذات الله تعالى وما لا يجوز في ذات الله تعالى يعني يكون معناه أن موسى عليه السلام مع أنه يعني أفضل أنبياء بني إسرائيل ومن أولي العزم أيضا مع ذلك هو لم يعني يعلم ما يجوز في ذات الله حق الله تعالى وما لا يجوز هذا يعني افتراء عليم ثم أو صفان يعني لو كان عالما ثم سأله وهذا صفاهة وعبس صفاها وعبثا وطلبا للمحال لماذا كان صفاها وعبثا بعد العلم لأنه طلب المحال هذا طلب المحال يعني صفاه وعبث والأنبياء منزهون عن ذلك كله يعني عن الجهل بما يجوز في ذات الله تعالى وما لا يجوز كذلك عن السفه والعبث وطلب المحال كل هذا وأن الله ثم تقرير ثاني هكذا أن موسى ثم وأن الله قد علق الرؤية باستقرار الجبل قال إن استقر مكانه فسوف تراني هكذا قال الله تعالى ثم إن استقر مكانه فسوف تراني فإذا علق الله سبحانه وتعالى الرؤية باستقرار الجبل وهو أمر ممكن في نفسه هذا استقرار الجبل أمر ممكن في نفسه والمعلق بالممكن ممكن لأن معناه هو الإخبار بثبوت المعلق عند ثبوت المعلق به هذا معنى التعليق إخبار بثبوت المعلق معلق يثبت عندما عند ثبوت المعلق به والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة وقد اعترض عليه المحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة يعني لا يعلق بالممكن نعم لماذا؟ لو علق محال بممكن ثم لو وقع هذا الممكن لا يقع المحال لذلك قال والمحال لا يثبت على شيء من التقارير الممكنة لذلك الذي علق بالممكن ممكن ثم وقد اعترض عليه بوجوه أقواها أن سؤال موسى عليه السلام كان لأجل قومه حيث قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فسأل ليعلموا امتناعها ليعلموا امتناع الرؤية كما علمه هو يعني لأجل قومهم سألوا وإلزامهم هكذا وبأن لا نسلم أن المعلق عليه ممكن ثم الثاني هذا وقال المعلق بالممكن ممكن لأن استقرار الجبل ممكن في ذاته فإذا الاعتراض والمنع ماذا استقرار الجبل ممكن في نفسه هذا لا نسلم لماذا
أن المعلق عليه ممكن، بل هو استقرار الجبل حال تحركه. هذا استقرار الجبل يفرض إما في حال تحركه أو في حال سكونه. في حال تحركه استقرار محال. لماذا كان محالا؟ هناك يعني ترديد بين الفرضين، لأنه علق الرؤية باستقرار الجبل إما حال سكونه وإما حال حركته، والأول ممنوع لأنه لو علق عليه حال سكونه لزم وجود الرؤية لوجود الشرط الذي هو استقرار الجبل، هو باطل. يعني هذا استقرار الجبل حال سكونه، وهذا كان الجبل مستقرا حال سكونه. ثم حال سكونه يعني عندما سأل موسى عليه السلام قال إن استقر مكانه فسوف تراني، في هذا الوقت كان الجبل ساكنا مستقرا. في هذا الوقت ما رأى الله تعالى موسى عليه السلام، موسى عليه السلام ما رأى الله تعالى، لذلك هذا التعليق أو يعني استقرار لم يعلق استقرار الجبل حال سكونه بل حال حركته. حال الحركة هل يسكن؟ لو سكن واستقر حال الحركة يكون هناك اجتماع النقيضين وهو محال، هكذا وأجيب بأن كل من ذلك خلاف الظاهر ولا ضرورة في ارتكابه. لماذا قال كل من ذلك خلاف الظاهر؟ أما الأول فلأن الظاهر أن السؤال لتحصيل المسؤول، أما الثانية فلأن المذكور في الآية تعليق الرؤية باستقرار الجبل المطلق، حيث قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، هكذا بينه الكستلينو. ثم ولا ضرورة في ارتكابه، يعني الأول هذا سؤال لأجل السائل، نعم هذا هو الظاهر. فإذا ارتكاب موسى عليه السلام هذا السؤال يعني العبث أو المحال أو يعني السفه أو الجهل، على أن القوم إن كانوا مؤمنين كفاهم قول موسى عليه السلام أن الرؤية ممتنعة، وإن كانوا كفارا لم يصدقوه في حكم الله تعالى بالامتناع، لا يصدقوه لا يصدقوه في حكم الله تعالى بالامتناع، لو كانوا كفارا هم لا يصدقون هو بأي حكم من أحكام الله تعالى. فإذا هذا سؤالهم لا يعلمهم الامتناع، يعني بسبب سؤال الله سؤال موسى عليه السلام رؤية الله، يعني لا يعلمون امتناعه، هكذا. ثم وأيما كان يكون السؤال عبثا، نعم على التقديرين يكون السؤال عبثا، والاستقرار، ثم هذا جواب عن الاعتراض الثاني، والاستقرار حال التحرك أيضا ممكن، كيف؟ بأن يقع السكون بدل الحركة، وإنما المحال اجتماع الحركة والسكون جميعا، نعم هكذا أجاب. ثم بعد ذلك يعني واجبتم بالنقل، نعم لم يصدقوه في حكم الله تعالى بالامتناع. لماذا؟ لأن السائلين القائلين لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة لم يكونوا حاضرين وقت سؤال الرؤية، يعني هؤلاء قالوا قوم من موسى عليه السلام قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ثم هل كانوا حاضرين؟ ما كانوا حاضرين وقت سؤال، لذلك بسؤاله لا يعلمون امتناع الرؤية. نعم إنما الحاضرون هم السبعون المختارون، ومن لم يقبل من نبي الله مع تأيده بالمعجزات فكيف يتصور قبوله من أتباعه؟ لو كان المراد أن هؤلاء السبعين المختارين لو بلغوا امتناع الرؤية لهؤلاء الكفار، يعني لهؤلاء السائلين القائلين هل يصدقون هؤلاء السبعين؟ لا يصدقون هؤلاء السبعين. لماذا؟ لأنهم ما صدقوا موسى عليه السلام مع يعني ظهور المعجزة على أيديه، على أنهم لو حضروا وسمعوا
فكون المسموع كلام الله لا يثبت عندهم إلا بمجرد إخباره عليه السلام، وكيف يصدقونه بذلك؟ نعم. وهم يقولون إنك ساحر كذاب. نعم، هكذا هم يقولون. فإذا هذا سؤال كان لموسى عليه السلام، وكان الرؤية وكانت الرؤية ممكنة، لذلك سأل موسى رؤية الله سبحانه وتعالى. هذا دليل عقلي على ما على إمكان الرؤية. ثم بعد ذلك الرؤية واجبة بالنقل. نعم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.